4/1/2013 مدينة رستن، المعاناة الإنسانية بسبب الحصار المفروض على محافظة حمص وبالأخص مدينة رستن. مرحبا يا خيتو. أهلين يا خيتو. شو عم تسوى؟ أنا أصحب شوية حطب من الدفع عليه. ليش؟ ما عندكم صوبيا؟ ما عندكم لا عندنا. شو صوبيا؟ بيشعل بالمنقل من الدفع. شلون عايشين هيك؟ شلون عم تدبروا اموركم؟ عايشين لا اكل لا خبز، شو بدك السكمون؟ وكنا هاي الدكان نترزق الله منها. جت القذيفه قد فتى وراحت. منين القذيفه؟ منين عم يضرب عليكم؟ قلت الهندسه هاويه مبينه عليكم من هون؟ لكن يا اخي كله ضرب عليهم. يعني عم تضربوا عليهم من هون انتوا لحتى عم تضربوا عليكم؟ الا شو نضرب عليهم؟ شو شايف عندنا نحن؟ وهون هذا الشارع فاضي من اوله لاخره، ما في غير انا وبناتك. هذول البركه كلهم ولادك؟ عندي 6 بنات وولد. مين عم يصرف عليكم؟ شلون عايشين؟ كان عندنا سياره اخذها الجيش، والاول الاحداث ضربوا لنا المحل هذا، كنا فاتحينه دكان قزاز ماني، كنا عايشين ومكيفين. وتفرج على هالخراب وعلى هالدمار. هاي الدار هون فيها مات شهيد، وهاي الدار هون عندنا مات ابن سلفي شهيد. شو استفدنا؟ كان مثل الولد إلي يعني يروح يجيب لي كل اغراض ضد المحل، يروح معي وين ما كان يجيب بضاعه للمحل. شب يعني شب هذيني ونحطه من منقل ندفع عليه. هاي صورته، كان مثل الولد إلي الله وكيلك. واخذوا هذا الجيش كماني وهو شهيد، قدام ما يكون شهيد اخذوه، بعدين رجعته انا، رحت كانت انا وياهن ورجعته انا وعمه. أيه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه يا أخي. شو بتقولوا له بشار الأسد بالعام الجديد هذا بال 2013؟ يدوق أصعب ما ذقنا نحن، والله لا يوفقه، والله إن شاء الله يموت ولاده كلهم، يحرق قلبه أغلى ما عنده. شو استفدنا؟ 4/1/2013 مدينة رستن.